دكتور توم، على مستوى الإدارة الداخلية للحزب الجمهوري، هل نموذج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح هو النموذج الأكثر قربا من أوساط المحبين أو المؤيدين للحزب الجمهوري؟ هذا هو النموذج الذي يريده أو الذي تريده قواعد الحزب الجمهوري؟ بغض النظر عن الحزب الجمهوري، أما حدا أتى بسقف معين اليوم الرئيس ترامب، حتى إذا أوباما أصبح رئيسا لم يستطع التراجع عنه. كشف الموضوع مع الصين وخطورة الصين، كشف خطورة الموضوع مع إيران، كشف أين أي بلدان لم تدفع مستنداتها مثل الحلف الأطلسي، كشف قضايا كثيرة لمصلحة الشعب الأمريكي أولا ومصلحة المجتمع الدولي. من يتحدث الصين اليوم والكورونا التي والوباء الذي دخل على جميع الأمم في العالم وانهار الاقتصاد وسبب بوفيات عديدة، يجب محاسبة الصين. جو بايدن ليس باستطاعته أن يحاسب الصين، ولكن قدرة الرئيس ترامب وعزمه يتحدى الصين. والدول الأورو العالمية اليوم هي ربما علنيا يعني لم تبرهن من ستقف بجانب، ولكن ضمنيا الاهتمام بالانتخابات الأمريكية، لأن دونالد ترامب كشف أسرارا عديدة، والمجتمعات مثل البرازيل وبريطانيا وعدد دول قالوا نحن نريد رؤساء لبلادنا مثل الرئيس ترامب، لأنه إنسان شفاف، إنسان يحب بلده أولا ويتعاطى مع الخارج ثانيا، وكل شعوب العالم تريد هذه النوعية من الشفافية عند الرؤساء والحكام. النموذج الذي يقدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واسمح لي فقط أن أشير أيضا إلى هذا العاجل نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الفائز المحتمل أو الفائز المتوقع في ولاية تكساس، التي تعود أيضا للوفاء بتعهداتها التاريخية بأن تكون ولاية جمهورية. البعد الاقتصادي دكتور توم كانت مسألة أساسية ومحورية، وهي بالضرورة محورية في كل انتخابات، لكنها تبعا لتداعيات فيروس كورونا كانت أكثر إلحاحا في هذه الآونة. ما الأدوات التي مكنت دونالد ترامب من أن يحسن التعامل مع الملف الاقتصادي وأن يسيطر على الباب الأمريكيين، خصوصا من ذوي الدخل المتوسط، وهي شريحة ربما لم تكن في الحسبان من جانب الديمقراطيين كما يقول البعض؟ عدة أسباب. أولا، عندما تخفف الضرائب الشركات تنتج في الداخل الأمريكي ولا ترحل إلى بلدان الصين والهند وغير بلدان لتصنع هنالك. خفف الضرائب عنهم، الأموال الأمريكية التي كانت موجودة خارج الولايات المتحدة إذا حاولوا إعادتها إلى الولايات المتحدة كان النظام الضريبي يتوجب عليهم أن يدفعوا حوالي 30%. خفضها لمعدل 15% على 3 سنوات لتعود هذه الأموال إلى الولايات المتحدة. خفف الضرائب عن قضايا كثيرة لمصلحة الشركات وخاصة الشركات الصغيرة. 60% من الشركات في الولايات المتحدة هي أصحاب شركات صغيرة. لماذا اليوم الشعب اللاتيني صوت له بأكثرية؟ لأن معظم اللاتين في الولايات المتحدة، الشعب الإسبانيولي أما اللاتيني، هم أصحاب مؤسسات صغيرة، ارتاحوا مع الضريبة وتخفيف الضريبة في الولايات المتحدة. رفع قيود كثيرة. اليوم الولايات المتحدة هي صار عندها كفاء ذاتي باستخراج الغاز والنفط. المرشح بايدن سيعاقب هؤلاء ويحاول تقليص هذا المشروع نهائيا. وعندئذ سيكون ليس تأثير فقط على الولايات المتحدة وإما على دول العالم. يعني يجب التروي والتعامل مع الواقع وليس بالنظريات. الاشتراكية الدولية تتعامل بالأمور مع النظريات وتحاول فرض سيطرتها على الشركات. هنا في الولايات المتحدة الشركات هي ملك الشعب العام، لأنه المستثمر في هذه الشركات صحيح شركات كبرى، ولكن المستثمرين فيها ملايين وملايين من الشعب الأمريكي والدولي. بقى حيلا تخفيض ضرائب لهذه الشركات تعود لمصلحة الشعب العام. هذا الذي فعله الرئيس ترامب. لكن دكتور توم، يعني هذا واقع يتحدث به الجمهوريون والرئيس
دونالد ترامب، لكن في المقابل هناك من يقول أن هذه هي رواية الرئيس ترامب، لكن الواقع يقول أن عدد العاطلين أصبح أكبر مما كان عليه الحال عندما سلم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السلطة لخلفه دونالد ترامب. عدد طلبات البطالة التي قدمت أصبحت أكبر بكثير. وجو بايدن في واحدة من بين آخر مؤتمراته الانتخابية قال أنه منذ الكساد الكبير في عشرينيات القرن الماضي لم يحدث أن كان رئيس أمريكي ترك السلطة وربما في هذه الفترة ومعدلات البطالة أعلى بكثير أو معدلات الوظائف أقل مما كانت عليه عندما تسلم المهمة. كيف ينظر إلى هذين المعطيين، معطى براق للغاية كما يقوله ترامب ومعطى سوداوي ومتشائم كما يقوله الديمقراطيون؟ هلا نقطتين هون. أول نقطة، عندما استلم أوباما الرئاسة تقريبا ارتفعت البورصة في نيويورك من وقت تقريبا استلامه حتى نهايته، ارتفعت بحوالي 4000 نقطة على مدى 8 سنوات، يعني ارتفعت البورصة 500 نقطة بالسنة. لما أتى الرئيس ترامب ارتفعت من 18000 ل 29000، يعني ارتفعت 11000 نقطة بمعدل 3500 نقطة سنويا، يعني 7 أضعاف عن أيام بايدن. هذا من وضع اقتصادي. البطالة كانت بعهد أوباما 6.7%، نزلت ل 3.5% من ادنى البطاله في الولايات المتحده ل 60 70 سنه، ولكن لما اتى هذا الوباء كورونا لم يضرب جغرافيا الولايات المتحده، انما ضرب مصر والعالم العربي والعالم الاوروبي، كل العالم. اليوم المستوى البطاله ليست فقط هي عاليه في الولايات المتحده وانما في كل العالم. لماذا؟ اجبر الناس ان يزاولوا منازلهم وان لا يذهبوا الى الشركات والى كذا. ماذا ستفعل؟ من ناحيه عم تقول للعالم ضلوا ببيوتكم تنقضي على الوباء، ومن ناحيه عم تقول لماذا البطاله؟ ما المنطق لم يتحمل هكذا سؤال، لانه هكذا سؤال ما هذا الجواب. فلذلك الامر انا اتصور بان اتهامات بايدن، لانه ما عندهم شيء تجاوبوا، ما قدروا انه يتجادلوا مع الرئيس ترامب كيف حقق سلام مع 3 دول عربيه مع اسرائيل، لم يتمكنوا كيف ذهب الى السعوديه وتكلم مع 50 دولة عربيه واسلاميه، لم يستطيعوا ان يجادلوه كيف قلص الدور الايراني في المنطقه، لم يستطيعوا ان يجاوبوه كيف دحر داعش في مناطق الأمة العربية كلها سوا. فلماذا اليوم يتحدوه بأنه البطالة؟ ما البطالة هي نتيجة الوباء الذي أتى من الصين وليس أتى من أي دولة أخرى.